ومعانا ومع حضراتكم للتعليق على هذا الخبر الأستاذ بدوي أبو شنب المحامي. أستاذ بدوي، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ من احنا عارفين ان في استهداف لكثير من الاراضي المسيحيين وممتلكاتهم على مدى الفتره اللي فاتت، لكن من الواضح كده ان في حاجه بارزه شويه في منطقه الاقصر، فلو حضرتك تكلمنا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو حقيقة، أولا هي لوكسور، يمكن الظاهرة دي فيها واضحة لسبب، لأن الملكية في لوكسور أصلا أغلبها الأراضي للمسيحيين. حتى في العصر السابق كان زعيم لوكسور ياس باشا، يعني كان كل الأملاك لياس باشا وبولس باشا، نعم فأراضي المسيحيين في لوكسور كتيرة. الظاهرة حاليا في ظاهرة بلطجة حقيقة، تشكيلات عصابية للاستيلاء على أراضي المسيحيين بأوراق مضروبة وبأوراق مزورة. أولا أنا قبل ما، يعني هو في واقعة، يعني قبل ما أتكلم، في محضر رقمه 4025 لسنة 2014 جنح قسم الأقصر، نعم ده في 5 مسيحيين بيتضرروا من اعتداء بلطجية على أراضيهم، وهذا خمس المحضر صادر فيه أمر رفض وإحضار وإلى الآن لم ينفذ من 2014 للإدارة. نعم يعني من تفضل. 2014 بس، ولا هو الخبر كان بيقول انه ده حصل على طول بعد ثورة 2011؟ ما هو من 2011 واحنا شغالين، لكن دي واقعة برقم أنا بقوله يعني لكل الواقعة المسؤولين دي، تمام انا فاهمة حضرتك، إلى يعني تقصد خمسة. رقم المحضر ده راجع لعام 2014. ايوه، ورقمه تمام 40 25 لسنه 2000 جرح قسم النقص. هي الحقيقه البلطجيه، احنا دلوقتي عندنا في الاقصر بامانه تجار المخدرات بطلوا تجاره مخدرات، ابتدوا يعملوا بلطجه الاراضي دي. ايه، يعني انا بتكسب في اكتر واقعه كده للدرجات دي؟ يعني بتكسب للاسف اكتر بتكسب، يعني احنا عندنا مثلا وصل سعر المتر 15000 جنيه المتر. نعم. لا احنا عندنا اراضي غاليه، طب بس واقع، الأمن ده فين في من واقعه. كل ده يا أستاذ بدوي؟ فين الأمن؟ نعم، فين الأمن؟ يعني لا انتوا ما هو عملتوا الامن، محضر ما هو الامن ايه مشكلته بقى؟ ايوه الامن مشكلته بيعمل محضر وبناخد قرار من الاستاذ المستشار المحامي العام ونروح ننفذ ونستلم ما فيش الارض، بقى. بنستلم الارض بعد ساعه الامن بيمشي يدخله ثاني. ولذلك الحقيقه الله يرحمه، ايام اللواء زكي بدر كان جو، كان الامن فيه جو، الجو كان معطر بالامن. هو مسؤوليه الامن ايه؟ يمنع وقوع الجريمه، مش بعد الجريمه ما تقع. احنا بنروح نستلم والقانون معان وبنستلم الارض، الشرطه تمشي من هنا، البلطجيه يدخلوا بعد ساعه من هنا، تروح للشرطه يقول لك اعمل لك ايه يا عم؟ ما انا سلمتك الارض. ده في واقعه طريفه انا حضرتها، هي طريفه ومؤلمه في نفس الوقت. يعني في جمعيه ماري مرقص باعت ارض للجمعيه الخيريه القبطيه. الارض كان عباره عن بيت قديم هدناه بقي ارض. احنا لما جات جمعيه الانبا ونس، او الجمعيه اللي اشترت، الجمعيه الخيريه القبطيه اللي اشترت من جمعيه ماري مرقص، جاء واحد قال لا الارض دي بتاعتي. ازاي يا عم بتاعتك؟ قال والله انا مشتري من واحد اسمه محمد صديق جناوي. طب يا عم هات لي الورق بتاعك. انا كمحامي الجمعيه ببص في الورق، لقيت البائع ماضي سنه 83، البائع اسمه محمد صديق جناوي، بائع سنه 83 للبلطجي ده. لاجل ظروفه السيئه ان اللي بائع ده يبقى الجد الرابع لاحد اصدقائي. اتصلت باحد اصدقائي ده، اسف، اتصلت بصديقي، ايه يا عم جدك باع؟ قال لي ده جدي متوفي سنه 45، ازاي يوه، باع سنه 83 خمسة واسمه وأربعين ده وبيع محمد سنة صديق، 83، يا ربي. واسمه محمد صديق؟ ايه جاب محمد صديق للانبا والناس لماري مرقص؟ يعني حاجات تهريج في تهريج. المشكله زي ما بقول لحضرتك، الامن يعني عندنا حضرتك بيستلم مكانه. نعم الموضوع الرئيسي اتفضلي. دلوقتي انه الامل في وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفور، بس لان انا حضرتك بحط بتقول الرقم ده، نعم. انا بحط الرقم ده امام السيد وزير الداخليه، وامام، شوف تمام. هقول لحضرتك، هقول لحضرتك الشرطه تملك بعد فضل ربنا
تملك كل شيء، ودول بلطجيه يعني سوري بيتعدوا على الاصابع، مش عتاوله اجرام يعني مكتوب انهم خمسه تقريبا، مظبوط كده يعني انهم تقريبا خمس افراد بلطجيه. ونفترض افرض 10 20، ده بفضل الله الامن والله 5 دقائق يجيبهم كلهم، لكن المشكله يقول لك والله انت معاك ورق وهو معاه ورق ونعرض على النيابه. لا ده انت تمنع وقوع الجريمه، مش تستنى الجريمه تقع. بالظبط بالظبط. وبعد كده انت بتسلمني ارض، انت بتسلمني ارضي، وبتطلع محضر يستلف، يمشي من هنا البلطجي يدخل من هنا. طب عملنا ايه؟ هنلعب حوالين يا يعني عمليه صراحه. ربنا يقويك يا استاذ بدوي، وبشكرك ان انت وصفت الموضوع كده، انه يعني الامر يجب ان يكون هناك وزير داخليه قوي ويكون هناك امن قوي، لان كده البلطجيه بتستهين بالامن بصراحه، يعني انه الامن يمشي من هنا، بتروح هي داخله تاني، تروح للامن يقول لك ما انا سلمتك الارض، طب ما انت سلمته الارض بس هم رجعوا تاني عشان عارفين ان انت مش هتعمل حاجه تاني يا امن، فبالتالي في مسؤوليه كبيره جدا بتقع، انت سلمتني الارض بس واجب حمايه الارض دي. استاذ بدوي انا كنت بس عايز اسال حضرتك لو لسه معانا. استاذ بدوي حضرتك لسه معانا؟ معاك. اتفضلي. طيب بالنسبه حضرتك ايضا اللي كنت ماسك او ما زلت بتهيألي ماسك قضيه الاستاذه عفوا راح الاسم عن بالي انا اسفه جدا، دميانه عبد دميانه النور، ايوه ايوه ايه اللي نعم. تم فيها؟ هو في حكم او حجز؟ ما زالت منظوره امام محكمه النقد، وان شاء الله املنا في الله اولا امتى ثم الجلسه واخيرا. الثانيه؟ لا هي متداوله في النقد يعني، وحقيقه مش قدامي دلوقتي التاريخ، لكن حاليا متداوله امام محكمه النقد. طيب وفي امل ان شاء الله يعني ان يتم تصحيح كل هذه الامور اللي جاءت ظلما ضد بفضل دميانه؟ ربنا، بفضل بفضل ربنا، ربنا. احنا عشمانين في ربنا وبنقول امين ربنا موجود. امين امين، ربنا موجود ربنا طبعا موجود، استاذ بدر، بشكرك ربنا جدا موجود، جدا وجود ربنا حضرتك موجود. معانا وربنا يقويك، وانا يعني بجد يعني سعيده بتوصيف حضرتك التوصيف الصحيح، وان هي دي حل مشكله الاراضي والبلطجه اللي بتحصل في الاقصر، هو مدير وزير داخليه قوي ومدير امن قوي وامن قوي، امن يقبض على هؤلاء وامن يسيطر وامن يعطي النموذج، ان انت النهارده لما تقبض على مجموعه من دول كده ويبقوا عبرة للكل محدش هيقدر يقرب ويبلطج تاني، لكن اللي بيحصل ده اعتقد طبعا هو ده اللي بيدي الوعظ مرارا وتكرارا يعني تكرار مثل هذه الحوادث. ده بالنسبة لموضوع البلطجة اللي حاصلة في الأقصر، والحقيقة مش بس في الأقصر، احنا بنشوف كتير من القضايا اللي فيها استيلاء على أراضي أقباط، وحكينا قبل كده في الموضوع ده كتير قوي، على أراضي ومنازل ومزارع ويقول لك ان نيجي نروح نستلم الارض ما نعرفش نستلمها، بيبقى في حكم محكمه تشكر المحكمه، لكن بعد كده تنفيذ هذا الحكم بيبقى في صعوبه، او اهو بيتنفذ وبعدين يرجعوا يسيطروا على الارض تاني، يبقى الامن ثم الامن ثم الامن.